خمس ساعات يوميا، هذا ما يقضيه المتطوعون في حملة ارسم البسمة لتحضير الفطور لمئات المحتاجين في البلاد طوال الشهر الفضيل. نعم، الحملة الإنسانية التي بدأت نشاطها منذ أكثر من 4 أعوام تهدف لتقديم المساعدات للفقراء ودعم المحتاجين في مختلف الأنشطة، وكذلك تنمية روح المساهمة والبذل والعطاء في المتطوعين الذين حرصوا على المشاركة من مختلف الأعمار. نتابع. في إطار الجهود المستمرة في العمل الإنساني، أطلقت حملة ارسم البسمة بسواعد شبابية متطوعة مشروع إفطار الصائم يوميا طيلة شهر رمضان المبارك. اليوم راح تشوفون واحد من مشاريعنا اللي هو مشروع إفطار صائم. اليوم تم إعداد 882 وجبة بإيد الشباب الكويتي المتطوع في المطعم، والحين إن شاء الله راح يتم توزيعها. الهدف الرئيسي من الحملة فعل الخير، ولكن تجميع الشباب الكويتي إيد بإيد لخدمة هذا المجتمع. الحملة تهدف إلى تقديم الرعاية اللازمة لفئات المجتمع لمختلف أعمارها من خلال فرق تطوعية للنهوض بالعمل الإنساني والاجتماعي. أنا متطوعة بحملة ارسم البسمة، كل يوم نحضر بمطعم ونجهز الوجبات حق المحتاجين عشان إفطار الصائم. تطوعت حملة ارسم البسمة من أول يوم رمضان، وأنا الحمد لله إن شاء الله كل يوم بعد رمضان إن شاء الله راح أكون موجودة. الهدف من الحملة إن إحنا نفطر صيام، اليوم وصلنا إلى 882 وجبة، وإن شاء الله إذا قدرنا نوصلهم لـ1000 إن شاء الله يوصلون. الشباب عبروا عن مدى اهتمامهم بتوزيع وجبات الإفطار في إطار ترابط المجتمع ليسوده العطاء والمحبة ويعكس هويته الإسلامية. دلال أبو الحسن، تلفزيون دولة الكويت.